شكرا سيد الرئيس، السيده النائبه المحترمه. بالنسبه للتعقيب، احنا وزاره الصحه واعيه، كل واعي ان كاين جوج ديال الامور، كاين اولا الوقايه، وكاين كذلك الحد من المخاطر الصحيه اللي هي كتجي قبل من الوقايه. وكانت دارت واحد جوج ديال المناظرات على جوج ديال السنوات المتتاليه، هذا وعيا منها بان الحد من المخاطر الصحيه كتقدر تقلص ولا تحيد كاع الحدوث ديال بعض الامراض اللي تقدر تكلف البلاد واحد التكلفه جد مهوله. فاحنا متفقين وحنا خدامين على هذا البرنامج هذا كذلك، لان هذا كيتعلق، هذا مساله عرضانيه كيتعلق بجميع السياسات ديال جميع الوزارات. اما بالنسبه للجي ان 1، لان جي ان 1 هو مشتق من البي ا 286. اليوم المنظمه العالميه للصحه اعلنت بان راه كاين واحد التخوف بسيط، ولكن لم يثبت حتى شي خطوره مختلفه، ولا النقل ديال العدوى والشد بسرعه نفس، حتى الاماته ما كاينش عنده لا اماته ولا، يعني ما عندناش علاش نهولوا الامور، وحنا غادي نديروا الاخبار ديالنا عاديه. شكرا سيد الوزير.